زملائي وزميلاتي المحامين، كل عام وأنتم بخير. اليوم الأول من شعبان، واللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. من اليوم لحظة فارقة في حياتك، أنت النهاردة هتقسم اليمين قسم وهتستلم كارنيه بقيت محامي، يعني محامي زميل. أنا أنصحك في كلمات بسيطة، حافظ على الزي بتاعك، البس بدلة، تعود أنك تلبس بدلة في المحكمة، في الشرطة، في النيابة، في فرح وانت رايح فرح، وانت رايح في أي مكان يلبس بدلة هتتعود عليها. هتلاقي نفسك لو يوم من الأيام مش لابس بدلة هتحس إنك عريان. المحامي وانت محافظ على مظهرك بالبدلة كده هتخلي الناس مش هتقول مين ده، هتعرف إنك محامي بالزي بتاعك. أيضا اتعلم مهنة المحاماة اللي انت درسته حاجة والممارسة العملية حاجة تانية. لازم تلتحق بمكتب محامي يكون عند محامي شغال، وتعلم في مكتب المحامي ازاي تشتغل مهنة المحاماة. ما تكونش عندك استعجال من بكرة عاوز تفتح مكتب، مجرد ما يتعمل لك توكيل عاوز تفتح مكتب، لا، وتعلق يافطة بقيت محامي، لا، اتعلم زي القانون ما بينص سنتين اتعلم في مكتب محامي. يبقى انا بنصحك حافظ على زيك، اتعلم في مكتب محامي، ادرس قانون المحاماة واعرف ايه حقوق المحامي وواجبات المحامي، عشان انت بتقول انا محامي وتبقى غلطان مش عارف ايه حقوقك ولا واجباتك ايه وبس انك محامي وخلاص، لا، اعرف ايه حقوقك وايه واجباتك عشان تعرف تطالب بحقك. ايضا تحلى بالامانة، مهنة المحاماة دي عاوزة الامانة، يكون عندك امانة، امانة مع الموكلين اللي تتعامل معاك، امانة مع زمايلك المحامين، وتتحلى بحسن الخلق. ولا اطيل عليكم الحديث، واتمنى لكم ان شاء الله مستقبل باهر، والسلام عليكم ورحمة الله.